الإمارات دولة شقيقة، احنا دايما بنفخر وبنبقى مبسوطين جدا لما بيبقى في اي مهرجان او اي بطولة بتقام على ارض الإمارات. ناس محترمة بيقابلونا وبيشيلونا من على الارض شيل دايما ما بنقدرش نوفيهم حقهم، بنشكرهم، وده مبادئ الكلام. مهرجان كابتن حسام هو يعني تعبير عن شكر النادي الأهلي لواحد من أبنائه اللي قدمه كتير على مدى سنوات طويلة. رسالة بنقول إن أولاد النادي الأهلي اللي تعبوا واللي سندوا النادي الأهلي واللي ادوا بلا حدود وما استنوش مقابل، إحنا دايما بنقدرهم وبنقول لهم شكرا في نهاية مشوارهم، رغم إنه صعب علينا جدا إن اعتزال كابتن حسام. كنا نتمنى استمراره فترة تانية، لكن القرار طبعا قراره في الأول وفي الآخر. حسام غالي شخصية مميزة لأنه قائد، وشخصية القائد دي نادرا لما بتلاقيها، مش دايما سهل انك تلاقيها، فعشان كده بيبقى الموضوع صعب جدا لما بتكون بتودع حد من الناس اللي عندها الشخصية القيادية. طبعا ولاد النادي، لكن اللي عندها شخصية قيادية، لكن ان شاء الله كابتن حسام يبقى لي يعني ما يكونش ده طبعا، وعمر ما هيكون ده اخر علاقته بالنادي الاهلي. علاقتنا دايما كابناء النادي الاهلي مستمرة. حسام اعتقد انه هيكون له دور كبير في داخل النادي الأهلي في السنوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله كلنا ثقة في فريق النادي الأهلي وفي جهازه الفني، بنسنده لآخر لحظة. فعلا زي ما حضرتك قلت، مباراة ترجي قدمنا مباراة معقولة جدا وكويسة، حظ كان ضدنا يعني عاندنا كتير. أعتقد إن شاء الله الفرقة مركزة ومصممة، وإن شاء الله ربنا مش هيخذلهم بإذن الله. أعتقد إن هتبقى فرصتنا كويسة، ويعني هتبقى الطريق للصعود بإذن الله. Yeah.